وهي نية التيمم. نية التيمم، هل يصح للإنسان أن ينوي إذا أراد أن يتيمم أن ينوي هذا التيمم لأداء عبادات متعددة، أم يتيمم لتلك الصلاة فقط؟ فإذا جاءت الصلاة الأخرى تيمم لها ثانية، أم أنه يكفيه هذا التيمم لعدد مختلف من العبادات؟ اختلف العلماء في هذه القضية. ذهب بعض العلماء إلى القول بأن التيمم إنما يجزي لعبادة واحدة، وهي التي اضطر هذا الإنسان لأن يصليها أو يؤديها بذلك التيمم، ولا يوسع له لأنه مخاطب بالبحث، مخاطب بالبحث بعد أن يصلي هذه العبادة التي كاد وقتها أن يخرج، هو مخاطب بأن يبحث، لا ينتظر العبادة الأخرى بذلك التيمم. وذهب بعض العلماء إلى القول بأنه يجزي ما لم يجد الماء أو ما لم ينتقض، ما لم ينتقض التيمم أو ما لم يجد الإنسان الماء، ففي هذه الحالة يعني يواصل، يعني له أن يصلي بذلك التيمم. وهنا تنبيه بالنسبة للوضوء، إن شاء الله سنعيد التنبيه مرة أخرى عندما نصل إلى أحكام الوضوء، ولكن أردت أن أنبه عليه في هذا الوقت إلى أن ينتهي الوقت المحدد. التنبيه وهو أن الوضوء إذا أراد الإنسان أن يتوضأ، لنعلم جميعا أن الوضوء عبادة مستقلة، الوضوء عبادة مستقلة، إذا أراد الإنسان أن يتوضأ يتوضأ بدون أن يحدد هذا الوضوء للصلاة الفلانية، لا يحدد هذا الوضوء هذا وضوء صلاة الظهر، لا يحدد ذلك. لماذا؟ لأن هذا الوضوء هو عبادة مستقلة ترفع عنك الحدث الأصغر وتبيح لك أداء العبادات، فستصلي الظهر وستقرأ القرآن وتصلي السنة والنافلة وتصلي تحية المسجد لو دخلت قبل، لو ستطوف بالبيت الحرام، ستفعل أعمالا كثيرة، فلا تحدد هذا الوضوء لأن يكون فقط لصلاة الظهر، أو هذا وضوء صلاة المغرب، هذا وضوء صلاة العشاء، هذا وضوء صلاة كذا. لماذا؟ لأنك أنت ستؤدي عبادات غير تلك العبادة، واضح؟ فهذا هو الأولى، وهذا هو الأحسن، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأصوب، وهذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الوضوء عبادة مستقلة الإنسان ينوي بها رفع الحدث الأصغر وإباحة العبادات، إباحة أداء العبادات. فلهذا الإنسان عندما يأتي يتوضأ ينوي بقلبه أنه يتوضأ لرفع الحدث الأكبر وإباحة العبادات، فتواجهه واجهته صلاة فريضة صلاها، واجهته تحية المسجد صلاها، واجهته صلاة الضحى صلاها، واجهته طواف، واجهه طواف بالبيت طاف، وهكذا واجهه قراءة قرآن قرأ، مسك المصحف وقرأ القرآن، وهكذا يكون الإنسان قد استفاد من هذه العبادة ولم يحصر نفسه في موضوع معين، أو يحصر هذه العبادة في قضية واحدة.